بخطى ثابتة تعود الحركة الطلابية العراقية إلى المشهد الوطني مدافعة عن حق العراقيين في حياة كريمة. يعود الطالب العراقي ليقود المجتمع نحو التغيير والحرية والإصلاح. وبينما يؤسس العراقيون لمرحلة جديدة تنهي حكم الفساد والميليشيات الطائفية وتمهد لعراق جديد، عراق يقوم نظام الحكم فيه على أسس راسخة من الحقوق والحريات وسيادة القانون. بينما يؤسس العراقيون لذلك، لم يكن من المناسب أن يغيب الطلاب عن ذلك المشهد، فخرجوا كما كان منتظرا ليعلنوا أنهم كما كانوا دائما في طليعة الحركة الوطنية العراقية. طلاب كليات العلوم وطب الأسنان والصيدلة في جامعة بغداد خرجوا في تظاهرة مؤيدة وداعمة لانتفاضة تشرين، ومطالبة بإسقاط النظام السياسي، مؤكدين أن مطالب المتظاهرين في شوارع العراق تمثل كل العراقيين. ولم يتخلف طلاب الجامعة المستنصرية في بغداد عن زملائهم، فخرجوا في تظاهرة حاشدة معلنين انضمامهم للاعتصام المفتوح المطالب بإسقاط النظام. طلاب المدارس قرروا بدورهم الانضمام لركب الانتفاضة الشعبية، فخرجت تظاهرات طلاب مدارس حي الخضراء وطالبات إعدادية الكرامة في بغداد لتعلن دعم طلاب المدارس لانتفاضة الشعب العراقي ضد سيطرة الفاسدين على مقدرات العراق ونهبهم خيراته. وبحسب محللين، فإن مشاركة الطلاب في الحراك الشعبي المناهض للنظام الحاكم في مجتمع مثل العراق يعني أن دماء جديدة تضخ في شرايين هذا الحراك، دماء شابة فتية عصية على القمع الحكومي والميليشياوي، كما يعني دخول الطلاب على خط الانتفاضة الشعبية أن ثمة موعدا للعراق يقترب مع لحظة الانعتاق من أسر الفساد والطائفية، موعدا يعيد فيه العراقيون بناء المجد على أسس الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.